هلا والله كنت في مصر سرية لمقر اي اي دايس في السويد وهناك جربت الاضافه الجديده للعبه باتل فيلد 1 واسمها ذي شال نوت تتكلم عن الجيش الفرنسي وطريقه دفاعهم عن ارضهم والاضافه راح يكون فيها اربع خرائط جديده فيردون هايتس حرب فيردون لصناعه غابات محترقه وراح تلعب في الخريطه بهدف الاستيلاء او الدفاع عنها فورت ديفو وراح تكون في حصن مبنى على شكل متاهات واغلب القتالات بتكون وجه لوجه ولازم تستغل الزوايا بحيث تفاجئ العدو سوسو وفيها صارت واحدة من اكبر حرب للدبابات في الحرب العالمية الاولى لما تقدم الجيش الفرنسي عشان ياخذ سيسو من الجيش الالماني بالقوة وراح يكون فيه دبابات وطيارات رابتشر اعتبرها من اجمل الخرائط في الاضافة وتكون بين حقول من زهور البابي وفيها حصون صغيرة واماكن ضيقة على شكل متاهات وراح يكون ايضا في طور جديد في اللعبه اسمه فرونت لاينز وهو بيكون خليط بين طور كونكويست وطور رش بحيث بتحاول تسيطر على المناطق وفي نفس الوقت تدف جيش العدو للخلف وبعدها اللعب يتحول الى حمايه مناطق من التدمير وفي الاضافه راح يكون في دبابه عملاقه اسمها بهيمث وسببها تقدر تغير مجرى الحرب في دقائق وبيكون في اسلحه جديده متنوعه بين ميلي ومسدسات وكلات جديد اسمه ترنش رايدر اليت كلاس كان معكم فهد الشيحة.. مع السلامة